طلب مني الرئيس أن أتي إلى هنا ليس فقط لبناء ائتلاف أو نتكلم عن But also to underscore to the people of Iraq that the United States will stand by them in this effort. Stand by Iraq. سنقف إلى جانب العراق وهو يستمر في بناء حكومة تستوفي احتياجات كل الطوائف وسنقف إلى جانبها وهي تقاتل أكبر تهديد يواجه الحكومة والعائلات وهو تهديد داعش. داعش تدعي أنها تقاتل بالأصالة عنهم ولكن أيديولوجيتها المقيتة ليس لها أي علاقة بالإسلام. داعش هي تعبير عن الشر، هي منظمة إرهابية شريرة، وهي منظمة تحقق أهدافها فقط عن طريق العنف والقمع والدمار، وهي تغذيها تمويلات سرية وتدفق للمقاتلين الأجانب وتستولي على أراضي وترعب المقيمين فيها بغض النظر عن أصولهم العرقية والدينية. لا يوجد مكان لوحشية داعش في العالم المعاصر. هذا قتال على الشعب العراقي أن يفوز فيه وعلى باقي العالم أن يفوز فيه. هذا قتال الولايات المتحدة وباقي العالم يجب أن يدعم في كل خطوة على الطريق. وكما أوضح الرئيس أوباما منذ البداية أن الحكومة العراقية الجديدة الجامعة يجب أن تكون المحرك، محرك الاستراتيجية العالمية ضد داعش. والبرلمان العراقي وافق على التشكيلة الوزارية الجديدة وهي تعبير عن كل الطوائف العراقية وستمضي قدما إلى الأمام. والرئيس أوباما بعد ساعات سيوضح استراتيجيته الخاصة بنقل أمريكا والعراق والمنطقة إلى الأمام فيما يتعلق بهذا التحدي. نحتاج أن نستمر في الدفع بهذه الاستراتيجية في الأيام القادمة. ونحن بالفعل مع حوالي 40 دولة حتى وأنا أتحدث الآن، نحن نساهم بالفعل عسكريا وإنسانيا في الحملة ضد داعش. وحتى الآن وبمساعدة الشركاء الدوليين، الولايات المتحدة أطلقت أكثر أو قامت بأكثر من 150 ضربة جوية لإضعاف داعش ولحماية الأبرياء الذين تسعى داعش لإيذائهم، وأيضا وعلى وجه التحديد للمساعدة على كسر الحصار على أميرلي وعلى سد الموصل وجبل سنجار، وواجهنا نجاحا في هذه الحالات. وسويا ومع حلفائنا المستعدين، المجتمع الدولي قام بعملية إسقاط للمواد الغذائية للعائلات العراقية بما فيها ل1.8 مليون نسمة أصبحوا نازحين نتيجة لوحشية داعش. وأيضا سوف نقدم ملايين الدولارات الأخرى مع المنظمات غير الحكومية التي تكافح من أجل تخفيف المعاناة. عندما يسمع العالم الرئيس أوباما هذا المساء، الرئيس أوباما سيوضح بتفصيل كبير كل مكون من مكونات الاستراتيجية الواسعة الخاصة بالتعامل مع داعش. وفي الأيام القادمة سأجتمع مع قادة من المنطقة ومن خارج المنطقة لمناقشة كيف يمكن أن نبني وأن نقوم بتجميع أكبر تحالف. وتقريبا كل دولة في العالم يمكن أن تكون لها القدرة والرغبة في الانضمام إلى هذا الجهد، سواء عن طريق تقديم مساعدات عسكرية أو متابعة وملاحقة ومنع تدفق المقاتلين الأجانب أو الأموال لداعش. وكل هذه أشياء تعمل على إفادة تنظيم داعش. أيضا هذه الدول والكثير من الدول الأخرى خاصة في العالم الإسلامي يمكن أن تلتئم سويا في تحديد الإسلام الحقيقي والتعريف بهوية الإسلام الحقيقي
والتعريف بأنه لا توجد شرعية لدى داعش في أي من مزاعمها الخاصة بالخلافة وما تقوم به. من الضروري بالنسبة للناس المعتدلين والعقلانيين في العالم أن يدحضوا التشويه الذي تلحقه داعش بالإسلام وتسعى لنشره وتساهم به، وكما هناك حاجة للعمليات عمليات الإغاثة الإنسانية. نحن جميعا لنا مصلحة في دعم حكومة العراق الجديدة في هذا المنعطف، والائتلاف في قلب وصلب استراتيجيتنا. أنا أؤكد لكم أنهم سيستمر في النمو والتعمق في الأيام القادمة، بما في ذلك في الجمعية العامة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر، لأن الولايات المتحدة والعالم لن يقف مكتوف الأيدي ويراقب وشر داعش ينتشر. نعرف أننا نأتي وكلنا ثقة أن التحالف العالمي سوف ينجح في التخلص من التهديد من العراق ومن المنطقة ومن العالم، وعندما نفعل ذلك تكون هناك فرصة لبناء تحالف أوسع يركز على الكثير من التحديات الأخرى في المنطقة ويحسن من قدرات الدول على الالتئام سويا من أجل القضايا المشتركة وتقوية الأمن طويل الأمد مع الدول في هذه المنطقة. هذه لحظة للتعاون الدولي كي يثبت قيمته، لحظة لتعددية المسارات لتثبت قيمتها، هذه لحظة لكل الدول الخيرة أن تلتئم وتقف سويا وتقول للعالم لقد شبعنا وسئمنا من هذه المجموعات ومن تشوهاتها التي تسعى للهيمنة على الناس وإكراههم وإجبارهم على التحول لتفكيرهم وطريقتهم. هذا ليس هو النظام ولا الأعراف العالمية ولا السلوك العالمي والذي دعمناه لسنوات طويلة، ولن نبدأ ذلك الآن. هذا هو تحدينا، وأنا سعيد جدا بالاجتماع البناء الذي أجريته هنا في العراق في بداية بناء هذا التحالف بأسرع ما يمكن كي نكون في موقف يسمح لنا بالتقدم إلى الأمام. السؤال الأول من أسوشيتد بريس. مشاهدين، تابعنا كلمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من العراق التي أكد فيها أن أمل العراق هو بإنجاز الحكومة وأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبه في هذا الجهد لتشكيل حكومة جامعة تمثل كل الطوائف. واعتبر كيري أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش هو منظمة شريرة تعبر عن الشر المطلق، وأنه لا يوجد مكان لوحشية هذا التنظيم في العالم المعاصر كما قال. وأضاف كيري أنه علينا الدفع باستراتيجية الجديدة التي سيعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم. ونعود مجددا إلى وزير الخارجية جون كيري الذي يتحدث الآن في مؤتمر صحفي في العراق. إضافة إلى ذلك، هل تعاون الأمريكيون مع إيران في فك حصار أميرلي، وهل أمريكا مستعدة للتعاون مع إيران في هذا المجال؟ كذلك فيما يتعلق بالدراسات والتحقيقات المتعلقة باستعمال سلاح كيميائي مؤخرا في شمال سوريا، هل تعرف من هو المسؤول؟ الإجابة على الجزء الأخير من السؤال، نحن ليست لدينا معلومات مفصلة بشأن من الذي أصدر الأمر كما كانت لدينا في حدث 21 من أغسطس. ليست لدينا معلومات محددة بشأن من الذي قام بذلك. كانت لدينا الكثير من الأدلة بالنسبة للعام الماضي، ولكن كان هناك نمط واضح من الدليل الظرفي أن نظام الأسد مع لاعبين أساسيين من النظام استخدموا غاز الكلور بشكل يرقى إلى المادة الكيميائية المحظورة
في ظل معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيميائية. لا يزال هناك عناصر يمكن أن تستنبطي منها خلاصات، ونحن حالياً نعمل على أساس جمع تفصيلات فيما يتعلق بأي عمل. أما فيما يتعلق بإيران والجهود الخاصة بداعش، من الواضح أن إيران تقوم بإجراءاتها واتخذت هذه الإجراءات ضد داعش، والولايات المتحدة لا تتعاون عسكرياً أو غير ذلك، وليست لدينا النية في هذه العملية. أي شيء تعمله إيران تعمله من تلقاء ذاتها، ونحن لا نسعى للتعاون معها في هذا المضمار. كما قلت في بياني الافتتاحي، لقد أكدنا أنهم تعلموا الدرس في السنوات الماضية، وبعض هؤلاء القادة والناس الذين نعرفهم جيدا كانوا يعارضوا أشياء تحدث في السنوات الماضية، وكانوا يعملون على تمزيق العراق. البعض كان مع أعمال عسكرية كان يمكن أن تبقي العراق ملتئما، وهناك قاعدة من المصداقية فيما يتعلق بخلفية وتاريخ بعض القادة الذين تقدموا الآن إلى الأمام. ولكن بالإضافة إلى ذلك، لقد التأموا حول مبدأ، والمبدأ الأساسي للتنظيم في هذه الحكومة الجديدة حتى الآن كان علينا أن نتحرك في اتجاه مخالف عن الاتجاه الذي كان معمولا به في السنوات الماضية. كان هذا مسار الانقسام الطائفي واستغلال الانقسامات والانتقام السياسي وحتى الاعتقالات السياسية والاتهامات السياسية. كانت هناك جملة من الشكاوي التي تراكمت وأدت إلى حالة الانقسام في العراق، ولكن كان هناك إصرار على التطرق للقضايا التي لم يتم التطرق إليها، مثل قضية النفط والميزانية وطبيعة القوات العراقية الأمنية العراقية وصعود الميليشيات وعزل بعض المجموعات الطائفية ومنعها من المشاركة في السلطة. كل هذه القضايا جاءت بهم الآن إلى برنامج وطني جديد تم التعبير عنه وإعادة التعبير عنه، واليوم الالتزام به. ما أعرفه هو أننا سنصل إلى أفضل جهد لتحقيق ذلك. هل أقول لكم أن كل هذه الأشياء ستحدث في اليومين أو الأسبوعين القادمين؟ لا، أقول لكم أن هناك إصرار من جانبهم لإنجاح هذا الجهد، والولايات المتحدة ودول أخرى ملتزمة بالعمل معهم لتحقيق ذلك. المخاطر عالية والفشل غير مقبول، وهذا بصورة أساسية ما سمعته من الجميع. يعرفون أن عليهم النجاح، وأعتقد أنهم ملتزمون بذلك، وأعتقد أنهم أشاروا إليه بأشكال عديدة هذا اليوم. تطميناتنا أنهم طالما أنهم يتحركون في هذا الاتجاه وهم ملتزمون بالتعددية، طالما أنهم ملتزمون بالتنوع وبالجمعية وحماية الأقليات في العراق، وطالما أنهم سيتابعون وينفذون عهودهم، نحن ملتزمون بالعمل معهم ومساعدتهم، ليس فقط لأننا نريد أن نقاتل داعش، ولكن لأن الولايات المتحدة رحبت بسنوات من الانخراط واستثمرت بأموالها وبدمها لإعطاء العراق فرصة
في المستقبل. أعتقد أنهم يفهمون ذلك وهم ملتزمون ببذل كل ما يستطيعونه. عالم الديمقراطية ليس سهلا، ولكن سنعمل بكل طاقتنا بشكل مشترك، ونحن مدفوعين من حقائق داعش والحاجة للتنسيق بيننا. سأقول الآن وأعلن أنني قبل أن آتي إلى هنا، الأمير سعود الفيصل اتصل بي ليؤكد أن السعودية تدعو وزير خارجية العراق كي ينضم إلينا في المؤتمر غدا في جدة، وبناء على التأكيدات التي قطعتها هذه الحكومة أنها ستتحرك في اتجاه مخالف. النتيجة النهائية ستعود إلى حكومة العراق، وهي تلبية طموحات وآمال الشعب العراقي، وسنساعدهم على تحقيق ذلك. إلى أي حد ستسهم تشكيلة الحكومة العراقية في الدعم والحصول الدعم الدولي، وخاصة ولربما من الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير العلاقات الثنائية ومحاربة العصابات الإرهابية؟ كيف ستبدأ الولايات المتحدة في هذه العملية، وبأي طريقة ستكون؟ يعني هل ستكون محاربة عن طريق الطائرات أو محاربة عن طريق يعني العمليات البرية؟ شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. دعني أقول لك أن الرئيس أوباما سوف يتحدث عن هذا الموضوع بعد ساعات، وهو سيحدد تفصيلات ما سنفعله بالضبط. ولكن كما قلت سابقا، هذه استراتيجية شاملة ذات قاعدة واسعة، ولن يكون هناك فقط لجوء إلى القصف والمساعدات العسكرية المباشرة. سوف يكون هذا شاملاً، والقوات العراقية على الأرض في العراق، وجيش أعيد تشكيله وتدريبه ويعمل على استراتيجيات عديدة مختلفة بمساعدة الولايات المتحدة ودول أخرى أيضا. ولكن دعني أؤكد، العراق لم يطلب قوات أمريكية على الأرض ولا أي قوات أخرى، والعراق لا يريد هذه القوات الأخرى. نحن نفهم هذا. بالإضافة إلى ذلك، الرئيس الأمريكي وقادة الدول الأخرى تخلصوا من فكرة أن قواتهم ستكون منخرطة في قتال مباشر، إلا إذا تغير شيء بطريقة درامية. والرئيس يقوم ببناء استراتيجية حول هذا. وكما تعرف، نحن ندعم المعارضة السورية المعتدلة، وبالإضافة إلى ذلك تحدثنا عن خطط لزيادة هذا الدعم للمعارضة المعتدلة. إذن هناك أناس يعيشون في هذه بلدان هذه الدول، ولديهم التزامات جادة لمعارضة ما يجري هناك، وكانوا مستعدون في الماضي وعلى مدار سنوات للتضحية بحياتهم والقتال في سبيل ما يؤمنون به. إنهم يحتاجون إلى مستويات ملائمة من الدعم للاستمرار في القتال. نحن نؤمن بذلك. إذن سوف ترى الليلة في تعليقات الرئيس، وسوف ترى ما يعتزم الإعلان عنه. وأعتقد أن من المناسب بالنسبة لي أن أعطيكم هذه الملاحظات العامة، وستحصلون على التفاصيل في وقت لاحق. شكراً.